بيتابع لحظه بلحظه عوده الاهلي للتمرين. اغلقنا ملف الدوري الحمد لله العلامه الكامله، ودي نقطه مهمه جدا قربتنا من حسم اللقب وما صدرت لناش اي توترات او مشاكل قبل ما نروح للنهائي الاهم او البطوله الاهم واللقاء الاهم مع الوداد يوم الاحد اللي جاي. خلينا نروح لكريم نطمن على التمرين ونطمن على حاله الثلاثه اللي طلب مستر كولر من دكتور ابو احمد ابو عبله تقرير طبي بتفاصيل حالتهم، الشناوي وعلي لطفي وحمدي فتحي. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك زميلي العزيز احمد سمير، برحب بيك في البدايه وبرحب بكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. يعني بنبارك بالتاكيد لفريق النادي الاهلي في المباراه الماضيه مباراه سيراميكا كليوباترا، ويمكن زي ما انت اكدت تم غلق الملف بالكامل في بطوله الدوري العام، والدوافع المتجدده بقى والرغبه والحماس والجديه وكل اي حاجه عايز تقولها زميلي احمد واي حاجه عايز اقولها جمهور النادي الاهلي هتشوفها في خلال التدريبات الفتره القادمه، لان هو حلم كبير جدا جدا لكل جمهور النادي الاهلي. زي ما انتم عارفين طبعا النادي الاهلي للمره الرابعه على التوالي بيصل الى المباراه النهائيه والمره ال 16 في تاريخه، يعني فخر كبير جدا جدا لما بنشوف الارقام والاحصائيات دي. ده بيرجع للمجهود الكبير والتكاتف والشغل الكبير جدا اللي بيبذل مجلس اداره النادي الاهلي والمناخ الطيب جدا جدا اللي بالتاكيد بيساعد بشكل كبير في الحصول على البطولات. يا رب ان شاء الله بمشيئه الله يكون شوط اول دسم في اهداف في حماس في جديه جدا، وطبعا الشوط الاول هنا في القاهره والشوط الثاني في المغرب له حسابات عديده جدا طبعا ان شاء الله باذن الله مع الجهاز الفني وتحديدا مستر كولر. اطمنك ونطمن بقى كل جمهور النادي الاهلي وخلاص بناكد على هذا الخبر، لان احنا شفنا هؤلاء اللاعبين في التدريبات بيادوا الجرعه التدريبيه الكامله على راسهم الشناوي اللي بيعلن جاهزيته بكل قوه بمشيئه الله للمباراه الاهلي والوداد النهارده، بياخد جرعه تدريبيه كامله بالنسبه طبعا لحراسه المرمى، بجانبه ايضا كمان علي لطفي اللي بيتدرب ايضا النهارده كمان، ويمكن بعض الهايلايتس هتكون متواجده طبعا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي للتاكيد على جاهزيه علي لطفي والشناوي، وحط جنبيهم كمان حمدي فتحي اللي النهارده ايضا كمان بيشارك في التدريبات. كنا حابين نطمن بشكل كبير جدا على الثلاثي، وايضا كمان نطمن على كل اللعيبه في مباراه الامس، لان انت كان في التحامات كبيره جدا زميلي احمد، شفنا السوليه محمد هاني بعض التدخلات، الحمد لله باكد لك على جاهزيه كل اللاعبين، رغم يمكن تعرف كل اللعيبه اللي شاركت في مباراه الامس النهارده بتعمل استشفاء بشكل قوي، حاجه مميزه جدا لمستر كولر. الراجل كان هيحاول يديهم النهارده راحه، لكن الجانب الطبي مهم جدا دكتور احمد ابو عبله الحقيقه بالتنسيق مع الجهاز الفني قال لا لابد يكونوا متواجدين يعملوا الريكفري والاستشفاء والتدليك وكل الامور دي على ان تكون غدا راحه تامه لكل لعيبه النادي الاهلي، وبعد غد ان شاء الله باذن الله تبدا بقى التحضيرات الفنيه والاداريه سواء باستقبال طبعا فريق الوداد اللي اكيد طبعا في جانب اداري مهم جدا طبعا هنا بقياده الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي وجهاز الكور، ان يكون في استقبال مميز كالعاده، اي حد بيجي لمواجهه النادي الاهلي بيكون في استقبال واهتمام كبير جدا على ان تكون المعامله بالمثل في مباراه العوده مباراه الوداد. كل الامور الحقيقه طيبه جدا زميلي احمد، النهارده مستر كولر بقى مركز مع كل المجموعه اللي ما شاركتش في المباراه الماضيه بجرعه تدريبيه كامله، هنكون في تقسيمه شوتينج كروسات في جزء بدني كمان من اندرياس مخطط الاحمال، اجواء مطمئنه جدا يا رب ان شاء الله حاله الحماس الكبيره جدا جدا اللي بنعملها تكون مع فريق النادي الاهلي خلال الايام القادمه زميلي. صحيح، هل تم الاتفاق على برنامج اعداد لمباراه الاحد القادم ولا لسه مستر كولر ما حددش البرنامج او التفاصيل؟ لا بالتاكيد طبعا، يعني هقدر اقول لك البرنامج زي ما قلنا غدا هتكون راحه بعد غد تدريب فريق النادي الاهلي في تمام السادسه، يعني استمر الفريق خلال الايام القادمه حتى موعد المباراه. يمكن بعض الناس كانت بتسال هل هيكون في معسكر بدري شويه زميلي احمد، ممكن الراجل يحاول يعمل 48 ساعه معسكر، لكن الراجل الحقيقه يعني حريص جدا على هذا الامر ان الامر ما يكونش زياده شويه، هم ال 24 ساعه المعتاده قبل المباراه اللي ممكن تعرف طبعا ما بيبقاش في تركيز كبير ممكن يكون مردوده سلبي شويه على اللاعبين، لكن ان شاء الله باذن الله رغم الفرص واهدار الفرص في المباراه الماضيه، لكن انت عارف احمد يعني اكيد بيكون في جزء كبير جدا من ذهن لاعبي النادي الاهلي في المباراه النهائيه، عشان كده كنا محتاجين يكون في غزاره اهداف، محتاجين انصاف الفرص، لكن مباراه الدوري مختلفه بشكل كبير جدا على البطوله الافريقيه، شوطين اول مره نلعب شوطين في مباراه نهائيه، عشان كده ان شاء الله باذن الله يكون في تحضير وهدوء بشكل كبير جدا من الجهاز الفني واللاعبين، واللاعبين تكون عندها ثقه وفرصه كبيره جدا في المباراه الاولى، مش المباراه الاولى اللي هتحسم، المباراه الثانيه هي اللي هتحسم، ده اللي بياكد عليه مستر كولر، عشان كده الشوط الاول بينتهي نفكر في الشوط الثاني، فيا رب ان شاء الله كل المناخ والظروف تكون معانا وال11 تكون اهلاويه بمشيئه الله. بس تفرق معانا كتير قوي يا كريم انك تروح المواجهه الثانيه او الشوط الثاني من المواجهه في كازابلانكا وانت الاهدأ اعصابا وانت الاخف حملا، وبالتالي كل الضغوط تبقى على الفريق المنافس، تفرق معانا كتير جدا في مباراه هتكون صعبه طبعا الوداد على ملعبه وسط جماهيره، واحد من اصعب الفرق على مستوى قاره افريقيا.
بالتاكيد بالتاكيد طبعا المباراه تكون صعبه جدا. حضرنا اكتر من مره الحقيقه في مركب محمد الخامس، شفنا الاجواء وشفنا جمهور الوداد، لكن مباراه هنا بحضور جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي وبرغبه اللاعبين وبالتحفيز الكبير جدا اللي منتظرينه من جمهور النادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله نقدر نحرز هدف واثنين وثلاثه. عندنا امل في كده وعندنا ثقه كبيره جدا في ربنا سبحانه وتعالى، لان لعيبتنا بتجتهد بشكل كبير وعندها امل وعندها حافز ان هي تفرح كل جمهور النادي الاهلي. صحيح. يا رب ان شاء الله باذن الله يكون معانا حافظ على اللعيبه، فيا رب كل الاجواء تكون معانا. والرساله اللي انت ممكن توصلها لنجوم النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي انكم مش بس على بعد ايام قليله من لقب غالي جدا ونجم 11 في تاريخ النادي الاهلي، لكنكم على بعد ايام من تكرار انجاز تاريخي هيصعب على اي حد تكراره بعد كده، وخصوصا طبعا انه الاهلي في فترته الذهبيه الاولى حقق نفس الانجاز بالفوز بثلاث بطولات، يمكن كانت بينهم بطوله وحيده خسرها امام النجم الساحلي، لكن ده هيعتبر تكرار الانجاز عظيم جدا. اعتقد انه هيحط اسمهم في اعظم في سجلات اعظم اجيال النادي الاهلي. بالتاكيد رساله مهمه جدا، والوعي الكبير اللي عند لعيبه النادي الاهلي، الخبرات اللي متواجده كباتن فريق النادي الاهلي احاديثهم في هذا الشق زميلي احمد، الكل بيتكلم في هذا الامر، هنكتب تاريخ، هنحقق مجد كبير جدا، المجد المتكرر ما بتشوفوش غير في النادي الاهلي فقط، ده ما بيجيش غير باقدام اللاعبين وبتركيزهم الكبير، عشان كده الامل موجود وربنا سبحانه وتعالى معانا، ينقصنا بس التوفيق ان شاء الله باذن الله. وايضا كمان النقطه المهمه جدا الحفاظ على بعض، مهم جدا ان اللعيبه تحافظ على بعض، ويا رب ان شاء الله باذن الله كل التوفيق للنادي الاهلي على مدار الايام القادمه، ويوم الاحد مشيئة الله تكون فرحة كبيرة جدا للشعب المصري وليس جمهور النادي ان شاء الله. هنتابع بشكل يومي طبعا ساعات الاهلي لمواجهة الوداد. بشكر زميلنا العزيز كريم احمد من داخل النادي الاهلي في الجزيرة، دي كانت اخبار تمرينة الاهلي النهارده.